إذا مشاهدينا ننتقل وحضراتكم، وهذا التقرير الخارجي تحديدا صورناه من الولايات المتحدة حول مؤتمر يمكن علاقة أمريكا بالدول الأخرى. نتابع التقرير سويا. في الولايات المتحدة الأمريكية اختتم مؤتمر التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي أعماله بعد يومين من النقاشات شارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين وقادة المؤسسات الإسلامية عبر العالم. قبل أن أتكلم عن مخرجات هذا المؤتمر، أنا أعتقد مؤتمر متميز في نوعية الحضور، في التفاعل اللي كان موجود خلال الجلسات، وأيضا متميز في اختيار الزمان والمكان، إن اختار نيويورك واختار أن يكون هذا المؤتمر خلال عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ووجود قادة العالم في هذا في نيويورك من أجل إيصال رسالة تتعلق بما هو مطلوب منا، رسالة فيها أبعاد إنسانية، رسالة يعني قدمها قادة الفكر والأديان والمؤسسات الإسلامية من العالم الإسلامي وأيضا من المجتمع الأمريكي. أنا نحن نريد أن نعمل معا من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبنائنا، مستقبل يقوم على المحبة، مستقبل يقوم على السلام والوئام، مستقبل يقوم على أسس من تفهم الآخر، احترامه، ويتبنى العيش المشترك، ويؤكد على مفهوم المواطنة كأساس في أي بلد للتعامل مع الإنسان. وصدر بيان ختامي عن المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك بمشاركة منظمة الأمم المتحدة وحضور 450 عالما ومفكرا يمثلون 56 دولة وكبرى المؤسسات الفكرية والثقافية الإسلامية والأمريكية، حيث تضمن البيان عدة توصيات تمحورت حول وضع استراتيجية بعيدة المدى لتفعيل التواصل الحضاري والثقافي وإشاعة روح التسامح والمساواة بين الشعوب، وتكثيف اللقاءات الإسلامية مع الحضارات الأخرى لدراسة المسائل العالقة، وتشكيل مفاهيم مشتركة حولها وحول التحرر من مؤثرات الصراع الخارجي. في هذه المؤتمر ما شاء الله كانت يعني في موضوع أهم جدا، كان في الموضوع يعني نحتاج يعني أن نمارس فيها ونحتاج أن نتقدم فيها، لأن دائما نتكلم عن هذه القضية، هذه المسائل يعني هكذا وهكذا، لكن لازم لنا أن نتقدم في هذه بشكل عام. وطبعا في انترناشنال هناك العلماء والأساتذة من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كان موجود، ولكن هذه أهمة جدا حتى نتقدم. والله أجد أن المؤتمر يعني خرج بتوصيات كثير معتدلة، وعبر عن المستقبل، وهذا كان حقيقة في غاية الأهمية، أنه يجب أن يخرج المجتمع المسلم أو المسلمين بشكل عام ليتحدثوا عن المستقبل وأن لا يبقوا أسر الماضي. هذه تكمن أهمية المستقبل بأنك أنت الآن تتطلع إلى عمل حيوي لمستقبل الشباب، هذا أهم شيء. أما إحنا نبقى نتحدث عن الماضي وتحدياته ونبقى أسرى، هذا أعتقد الكلام بدأ يعني المؤتمر هذا خرج بتوصيات تتجاوز هذه الفكرة، وهذا أهم ما جاء في حقيقة في توصيات المؤتمر. كما أنهم حرصوا على إطلاق دعوة إيجابية لتأسيس منتدى لحوار الثقافات أو لحوار الحضارات، وهذا شيء أعتقد أنه مهم في غاية الأهمية في ظل التحديات اللي بواجهها العالم الإسلامي والعالم أجمع، خاصة في ظل الإرهاب الهمجي اللي يتغول على الإنسانية بغض النظر عن الدين أو بغض النظر عن الثقافة، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن أي شيء، الإرهاب يهاجم أو يعتدي على الإنسانية بشكل عام. هنا محور الكلام أو جوهر الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر. حقيقة المؤتمر خرج بتوصيات معتدلة جدا ورسالة قوية لبناء حوار مستقبلي لخدمة البشرية وخدمة الإنسانية للمستقبل. خرج من الحديث النمطي اللي كنا نسمعه سابقا عن موضوع الماضي، نحن الآن بدأنا نتحدث عن المستقبل بما يتناسب مع
عام 2017 أو القرن 21 اللي هو بدأ العالم يتحدث عن العلم المتطور جدا، التكنولوجيا، تطور الإنسان، الفكر الإنساني. أصبح الإنسان حقيقة يتطلع إلى تطوير ذاته وتطوير، عاوز أنه يحلم، عاوز أمل، عاوز أنه يعيش، يطور مهاراته. الإنسان بدأ يتعامل مع أشياء أكبر حقيقة من الماضي بكثير، والدنيا أصبحت أسرع، رتمها أسرع، بالتالي الإنسانية تحتاج إلى تكاتف. وهناك متسع كبير جداً لشمل البشرية كلها لتعيش بأمن وأمان وسلام وسعادة، وحوار دائم وحوار راسخ بين مختلف الديانات والثقافات. يذكر أن هذا المؤتمر أكد على أن التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة تاريخيا ممتد في التبادل والتعاون الإنساني، وأن هذه العلاقة الحضارية كشفت الخطأ الفادح لنظرية صدام الحضارات المبنية على إثارة نعرة الكراهية والعنصرية، وهو مزلق يتجه نحو انحدار خطير للعقل البشري من واقع رفضه للآخر بدافع من التشاؤم أو الكراهية أو خلل للتصور.